أكدت شؤون الجمارك أن خدمة دفع الرسوم والضرائب أصبحت متاحة عبر البوابة الوطنية bahrain.ph، والتي تمكن المستفيدين من دفع الرسوم والضرائب إلكترونيا دون الحاجة للحضور الشخصي لمراكز تقديم الخدمة. وقد تم توفير الخدمة في إطار التعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، علما أن الفئات المستفيدة من الخدمة الجديدة هم المخلصون الجمركيون والمستوردون ممن يحملون الهوية البحرينية أو الخليجية وأصحاب السجلات التجارية البحرينية والخليجية والجهات الحكومية وغير الحكومية والجهات الدولية والبعثات العسكرية والسفارات والقنصليات، إلى جانب الجامعات والمدارس والمؤسسات الأخرى للتدريب الأكاديمي والتربوي والمهني والتقني والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم ومكاتب جمارك البحرين. وأكدت شؤون الجمارك أن تدشين الخدمة الجديدة من شأنه أن يسهم في سرعة إنجاز المعاملات عن بعد وفي تحقيق أسس التباعد الاجتماعي، وذلك في ظل جائحة كورونا، فضلا عن دوره في تعزيز الأداء الحكومي وحفظ وقت وجهد المستفيدين من الخدمة.